يقدم صندوق المشاريع الصغيرة إغاثة لمرة واحدة لشركات أوريغون غير المؤهلة للبرامج مساعدات الإغاثة الفيدرالية. لتكون الشركة مؤهلة يجب أن تكون مملوكة من صاحب ITIN أو ما شابه، تعمل في ولاية أوريغون، تكون هادفة للربح، لم تتلقى مساعدات فيدرالية من برامج حماية شيك الراتب، شهدت انخفاضا في الإيرادات منذ 1 فبراير 2020 بسبب تأثيرات جائحة كورونا، تكون نشطة وتخطط للبقاء مفتوحة. تعرف على المزيد من خلال الاتصال بالرقم 888-274-7272 أو زيارة الموقع www.workerrelief.org.